وبعد في المكان بايك برجر ما شاء الله، في كل مكان عندهم فرع. بشوف هذا الفرع من فوق، حبيت الجلسة بالفرع هذا ما شاء الله. شايفين كيف حط الساندويتش مالك في المكان وطالتها على نهر دجلة؟ والله شيء جميل. أنا ذي اللي أركب جيتسكي نهر دجلة. بعد في المكان فايكنج برجر، تخيل في كل مكان تحصل فايكنج برجر. وهذا بعد أحد فروع فايكنج برجر، خلاص بجربه وبشوف شو هذا. اسمه جميل يا أخي ويشد اسمه، أبي أجربه وأشوف شو طعمه. طل داخل ونشوف شو نختار من عندهم. هني جا وقت التجربة، أبي أجرب وأشوف. شو رأيكم؟ هذه جاية من فالهالا، أبي أجربها. الطعم عجيب. أما هذه الساندويتش شكلها شهي ولذيذة، وأنا اليوم حدي جوعان صراحة. استحق التجربة. لذيذة.